بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مسألة هنا بتتكلم عن مقارنة ما بين طريقتين للاستثمار، فهنشوف مين اللي هيجذبني أنهي مستثمر. A bank has offered customers interest rate which increase with the size of deposit. بيقول له بص، يعني كل ما تزود المبلغ اللي عندي كل ما سعر الفايدة يبقى أزيد. For example, from $1,000، يعني لو هتستثمر عندي من $1,000 لحد 9,999، the interest rate offered عبارة عن 8% per year. يعني لو هتحط مبلغ عندي من 1,000 لحد أقل من 10,000 بدولار، في الحالة ديت هحاسبك على 8% per year. لكن بيعمل لك إغراء inducement. إيه الإغراء ده؟ بقولك لو أكتر من 10,000 هحاسبك على 9% per year compound continuous since you only have، أنت لقيت نفسك اللي معاك بس $9,000، لكن هو بيغريك لو هتحطي له $10,000 فيما فوق هحاسبك على سعر فايدة أعلى من 8% اللي هي 9% per year compound continuous. فأنت في حيرة. You are thinking about borrow. أنت بتفكر تستلف $1,000 from a credit union so that you will have، في الحالة دي 9,000 والألف يبقى 10,000، تستفيد من 9% per year compound continuous. فبتروح تسأل على $1,000 ده هيديهولك. انت سيادتك تقبل تاخد $1,000 ده، هو اللي انت محتاجه، تقبل تاخده بسعر فايدة قد ايه؟ What is the maximum effective interest rate per year could pay on the borrow $1,000؟ والله انا اقبل اخده بحيث الفايدة المحققة من زيادة هذا الالف تغطي سعر الفايدة اللي هيعرض عليا أو أكتر، صح كده؟ أنت عاوز $1,000 عشان تنقل سعر الفايدة بتاعك من 8 إلى 9. أشوف النقلة ديت، النقلة ديت عبارة عن كام في المية، وبالتالي أنا أقبل أي سعر فايدة أقل من اللي أنا هحققه نتيجة هذا الإغراء وانتقالي من 8% per year إلى 9% per year compound continuous. يبقى لو أنت حطيت 9,000 اللي معاك هتاخد 8%، هتحقق مبلغ في الفيوتشر. لكن لو حطيت 10,000 هتاخد 9% per year compound continuous. ففي الحالة ديت هتشوف إيه الفرق ما بين الحالتين دول. يبقى the amount you would have after one year without borrow، أنا مش هستعير خالص، المبلغ اللي أنا هحطه 9,000 هيكسب لي في الفيوتشر defined if given be 8% وسنة واحدة هيحقق لي 9,720. واخد بالك؟ ندرس الحالة التانية، 9% per year compound continuous ده سعر في المية، سعر فايدة، طالما الكونتينوس جزء من الـ سعر فايدة وهمي، يبقى سعر الفايدة الحقيقي نحققه يطلع e to the power r minus 1، يطلع سعر فايدة حقيقي 9.417%. نشوف والله لو أنا هحط 10% بتاعتي، يبقى أنا في الحالة ديت هقول له المبلغ دهوت 9,000 دهوت، واخد بالك، مفروض يغطي لي 10,000 بسعر الفايدة الجديد، واطرح منه عواقب الالف اللي انا ايش اللي انا هاخده، الالف اللي هستثمره. يبقى 9,700 يطلع 10,000 في الفاكتور اللي عندي 9% 1 زائد اي تو ذا باور 1 ماينس 10,000. في الحالة ديت سعر الفايدة اي دهوت هيتحسب يطلع 22.17. يبقى انا النهاردة لما اطلب ويقول لي الألف اللي هدولك ده هحاسبك 10%، أقول له أوكي، 11% أوكي، 12% أوكي، 15% أوكي، بحيث لا يتعدى 22% اللي هو هيحققهم لي
لما انا اخد الكلام ده. طبعا نفس المشكله هنا، هو بيقول لك انا عندي تو اوبشن، استعير 200,000 الحاله ايه تو ستارت اميل اوردر راديو كنترولينج اي مشروع اير بلان بزنس. الكريدت ايه هاز اوفر تو لاند يو ماني 200,000، والراجل الثاني هيديني 5,000 بير مانث لمدة 5 سنوات. الكريدت يونيون ايه هاز اوفر تو لان يو ذا ماني ات ذا انترست ريت عباره عن 14% بير يير كومباوند كونتينوس، ودي محتاجه لها حسبه. كريدت يونيون بي العرض الاخر هاز اوفر ذا ماني وذ ذا ستيبوليشن ذات يو ريباي ات باي ميكينج مانثلي بايمنت عباره عن 5,000 for 5 years. From which credit would you borrow the money؟ أجيب من هنا ولا أجيب من هنا؟ أدرس الحالتين وأيهما أقل بالنسبة لي هو اللي أقبله. طب المتين ألف النهاردة قال لك 14% per year compound continuous، أحسب الـ I effective بتاعها. يبقى الـ I effective e to the power i minus 1 تطلع 15%، يبقى الكريدت يبقى الـ A بتاعي عبارة عن 200,000، هسدهم على 5,000 to find b given a و i و 6%، يبقى في الحالة ديت أجيب ال to find b given a و i و 60 سنة اللي عندي يطلع أجيبها ازاي اللي عندي to find b given a و i و 60 42.0 و to find b given a و أنا عاوز سعر الفايدة لما يبقى 1.25 بيديني الرقم ده، لما يبقى 1.5 بيديني الرقم ده اللي هو 39. طب أنا عاوز يبقى 40 بالظبط، أنا عاوز يبقى 40 بالظبط. في الحالة ديت أجيبه بالإنتربوليشن، بالإنتربوليشن اللي عندي، يعني الفرق ده على الفرق ده يساوي الفرق ده. لو ده مثلا دي إكس يبقى إكس ناقص الكلام ده على الكلام ده ناقص 1.25، يبقى بالانتربوليشن اقدر اجيب الكلام ده بالانتربوليشن بالسهوله اللي عندي. يبقى اقدر اجيب السي او اسميها اكس، يبقى الاي افكتيف اللي عندي ده بير مانس لو ضربته في 12 يبقى سعر الفايده اصبح نومينال، اجيب الاي افكتيف بتاعه يطلع 18.7. طب 18.7 اللي هو الاستعاره من ايش؟ من A. لكن لو انا عاوز الاستعارة ارجع كده، لو انا هاخد برو ارجع كده اهوت من الراجل التاني كان الاي افكتيف بتاعته كام يا دكتور؟ كانت 15. استعير من اللي بيديني 15 ولا استعير من اللي بيديني ها ب 18؟ يبقى استعير من اللي بيديني اقل، يبقى الكونكلوجن روح استعير من A لانه هيديك اقل من هذا الرقم اللي عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.